الهرم الأكبر هيسقط، مش هيبقى فيه حجر على حجر حسب رؤية شفتها من السماء. احنا داخلين على أخطر 6 شهور قبل مجيء يوم القيامة. نهر النيل هيجف من أول اسكندرية لحد الفيوم، ودلتا نهر النيل هتغطيها المية المالحة بسبب تغيرات مناخية لم تحدث مثلها منذ إنشاء الأمة. في الوقت ده الناس هتذبح القطط قدام البيوت علشان خاطر تطعم، لأن كيلو اللحم البقري هيكون بـ1000 جنيه، هيكون بـ1000 جنيه، لأن أحداث يوم القيامة هتبدأ تنزل على الناس. هيكون زلزال كل نص ساعة، زلزال كل نص ساعة، هتقوم أمة على أمة ومملكة على مملكة. هيقفوا على المطارات كل واحد عايز يرجع لأرض ميلاده، هيرموا ذهبهم في الشوارع وفلوسهم هتكون في المزابل. ولا ذهبهم ولا فلوسهم هتقدر تخلصهم من يوم الرب الكبير، لأن الروح القدس اللي في وسط المؤمنين بالله هيخطف كل المؤمنين بالله قبل نزول كوارث يوم القيامة بساعة واحدة. جمهور هيطلع للسماء إلى ما وراء النجوم، وجمهور هينزل على الأرض. اللي هيطلعوا من السماء هم المؤمنين بالله، اللي هينزلوا على الأرض هم الشياطين، عالمين إن ليهم زمانا قليلا بعد. فهتنتشر الحروب الحمراء في كل الأرض، ويكون زمان اسمه زمان الفوضى الكبير، زمان الفوضى الكبير. صوت الطيارات هيطن كل الأذان، صوت الطيارات هيطن كل الأذان، والاقتصادات هتقع والبنوك هتتهاوى، وهيصحوا الصبح هيلاقوا كل حساباتهم في البنوك محذوفة، وهيضربوا كف على كف. عاشوا من أجل العالم والعالم ضحك عليهم، العالم ضحك عليهم، قعدوا يتعبوا ويجدحوا في الحياة من أجل النجاح، وفجأة نجاحهم طار من أمام عيونهم. فأنا بقول لك يا مؤمن، اتشدد بالله وما تحزنش على الخسارة، لأن مفيش زمان بعد الزمان. احنا في أخطر أيام في تاريخ الأرض، أخطر أيام في تاريخ الأرض، ما حصلش زيها منذ إنشاء الخليقة، لأن الابن أصبح مستهين بأبيه، والأب أصبح مستهين بابنه، وصلة الرحم اتقطعت، والعائلات ابتعدت عن بعض، والناس بقت محبة للنجاح دون محبة الله، وبقت عايشة من أجل أنفسها مش من أجل الله. فالشيطان اشتكى في السماء وقال المشروع البشري فشل، ويجب إبادته مش بطوفان المية بل بطوفان النار. فاتكلم يسوع المسيح وقال الإنسان البار الوحيد على الأرض، أنا فديتهم على الصليب وقمت من الأموات. كل من آمن بالسيد المسيح يخلص، كل من آمن بالسيد المسيح يخرج وراه من الأموات، لأن هو قام من الأموات وهو الدليل على نجاح المشروع البشري، وكل من آمن بيه يخرج وراه من الأموات. كل من آمن به كتب اسمه في سفر الحياة، أما كل من رفضه لن يكون له حياة. وعلى هذه الصخرة يقوم أو يسقط كل إنسان. فاختار الحياة علشان تحيا، وما تختارش الموت علشان تموت. فاتبع الحي يسوع المسيح، وما تتبعش الميت النبي الكذاب. اتبع الحي، لأن اللي قام الأموات هو اللي عارف سبل الحياة، فامشي وراه فتقوم وراه من الأموات. الوقت قريب. كل الكلام ده شفته في رؤية من السماء، وجاي أخبرك بيها وأدللك بيها من الإنجيل لو أنت بتتابع الصفحة من البداية. إحنا في أخطر أيام في تاريخ الأرض بعهد الكتاب ده. استعدوا، استعدوا للقاء الله إلهكم.